فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض على الخلق عبادته والتقرب إليه وطاعته، فإن الله عز وجل من رحمته نوع لهم أنواع الطاعات، فمنهم من يفتح له في الصلاة فيناجي ربه تبارك وتعالى إذا نام الناس، ويقوم إذا رقد الناس، ومنهم من فتح له في الصيام فيقضي الشتاء صياما ويكابد الهواجر ويصبر على الظمأ، ومنهم من فتح له في الصدقات، ومن العباد من فتح له في العلم والتعليم، ومنهم من فتح له في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك تيسيراً وتخفيفاً على العباد. ومن العبادات من يطيقها جميع الناس وتسهل عليهم، إلا أن الذي وفق إليها قليل، وهي عبادة الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موصياً أحد الصحابة: ولا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من غدا إلى المسجد أو راح لا يغدو إلا ليتعلم علماً أو يعلم علماً فله أجر حاج تاماً حجه. فالذكر يهيج على المحبة ويبعث على الحياء من الله، ويساعد الإنسان على أداء الطاعات والفرائض، ويعينه على اجتناب المحرمات والمعاصي والمنكرات. ولذلك قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. وهذا الذكر الذي واطأ فيه اللسان القلب. ومن فوائد الذكر كما نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، نقل فوائد كثيرة وعظيمة لذكر الله. قال: منها أنه حرز وحصن يستعاذ به من شر الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا دخل الخلاء أن يستعيذ بالله وأن يذكر الله وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث الشر أوله وآخره. وجاء في بعض قراءات هذا الحديث الخبث والخبائث، وهذا يعني ذكران الشياطين وإناثهم. فالذكر حرز للعبد من الشيطان، والذكر فيه مرضاة ربه تبارك وتعالى. وأيضا من فوائد الذكر أن الذكر يزيد من الطاعات وتغفر به المعاصي، لأنه من أعظم الحسنات، وإن الحسنات ليذهبن السيئات، إن في ذلك لذكرى للذاكرين. ومنها أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، وكما جاء في المسند من حديث أبي هريرة وهو عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يطلبون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله
تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم حتى يكون بعضهم فوق بعض إلى السماء فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يحمدونك ويكبرونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول الله عز وجل وهل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأعظم تمجيدا فيقول الله عز وجل وما يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقول الله عز وجل وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأعظم لها طلبا وأشد فيها رغبة فيقول الله عز وجل ومما يستعيذونني فيقولون يستعيذون بك من النار فيقول الله عز وجل وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله عز وجل لا فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أعظم منها رغبة وأشد خوفا فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقولون فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة فيقول الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وأيضا من فوائد الذكر إذا ذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى فإنه يكون في معية الله وتلك معية خاصة غير معية العلم والإحاطة وهي معية المحبة والولاية والنصرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالذاكر لله يكون في معية الله ويكون في حفظ الله ولذلك شرع الله عز وجل للمجاهدين في سبيله أن يكثروا من ذكره حتى ينالوا ما يطلبون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والذكر أيضا من فوائده أن الله سبحانه وتعالى يتعرف على عبده إذا نزلت به المصيبة وانظر إلى ذا النون عليه السلام إذ ذهب مغاضبا أي لقومه فنادى فظن أن لن نقدر عليه وكثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ لن نقدر عليه يفهمها أي أن الله سبحانه وتعالى لن يصل إليه وهذا لا يظن بل لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه لمكانه منا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولذلك الذي يذكر الله سبحانه وتعالى هو أقرب إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه وأن يوصل الله إليه المعروف وأن يوصل إليه الإحسان ومن أعرض عن ذكر الله فإن له الضنك وإن له التعب وإن له المشقة وإن له الضيق كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال العلماء الضنك في الدنيا بالتضييق عليه وبشدة العيش عليه وكذلك التضييق في الآخرة بعذاب القبر وعذاب البرزخ
ونحشر قيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك الذكر مغفرة للذنوب ومجلاة للقلوب، وبه يستطيع الإنسان أن يستمتع بالعبادة وأن يتذوق حلاوتها. ولذلك كان ما يؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ابن القيم وقد كان في ضيق شديد وحار شديدة وكان في حبس، وكنا إذا ضاقت بنا الدنيا وأظلمت علينا فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه ونسمع من كلامه وهو يذكرهم بالله تبارك وتعالى حتى تنشرح صدورهم. وكان يقول رحمه الله ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أي أنه يحفظ القرآن. أنا إخراجي من بلدي سياحة وحبسي خلوة وقتلي شهادة. فكان من أعظم الناس عيشا، وكان رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة وهي الذكر وهي إعمار القلب بطاعة الله وبمعرفته وبالتقرب إليه. قال من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان وهو في السجن وقد حبس رحمه الله كان يقول لأنا أدعو للذين حبسوني في السجود، لأنه خلا بالله يتلو كتاب الله ويعمر أوقاته بذكر الله تبارك وتعالى. وفي ذكر الله عز وجل من الفوائد كما ذكر ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى يذكر العبد الذي يذكر ربه تبارك وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فحري بنا عباد الله أن نتقرب إلى الله بهذه العبادة السهلة الميسورة. لو الإنسان ماشي أو قاعد أو قائم أو هو يقود سيارته أو هو يعمل عمله يذكر الله سبحانه وتعالى. للأسف الناس ما استفادت مما جاء من ثورة المعلومات. كثير من الناس يساهر في الفيسبوك والواتساب وغير ذلك، وله من الشهور بل ومن السنين لم يذكر الله سبحانه وتعالى. يديه وعينيه رطبتان من رسائل الواتساب وما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في دقائق معدودة ومعلومة. وهو مع أن الذكر كما قال ابن القيم قال والذكر للقلب واحتياجه إليه كالسمكة، فكيف إذا أخرجت السمكة من الماء؟ ولذلك عباد الله علينا أن نعمر أوقاتنا بذكر الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن البدائع التي يتفرد بها دائما ابن القيم رحمه الله أنه قال الذكر أنواع وليس محصورا فقط
في الأذكار المعروفة. أولاً ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا ذكر، وذكر بأسماء الله وبصفاته على سبيل الإنشاء كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن الأذكار أن تذكر أمر الله ونهي الله في الملأ بين الناس، كأن تقول حرم الله كذا وشرع الله كذا، فهذا من الأذكار. ومن الأذكار ذكر الله عند أمره ونهيه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أن يتذكر العبد ربه إذا ما واقع حرمات الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذكر النافع الذي يفيد الإنسان الخشية والرهبة والمراقبة وزيادة الإيمان، هذا هو الذكر. ومن الأذكار أيضا أن يذكر الإنسان ما جاء في الأحايين من أذكار الصباح والمساء، ومن أذكار الدخول والخروج، ومن أذكار النوم، وغيرها من الأذكار. الذكر كغيره من العبادات يشترط له الإخلاص، وألا يرائي الإنسان بأعماله الناس، وكذلك يشترط له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يشرع أذكاراً وأوراداً لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يزيد على ما شرع، ولا أن يخصصه بوقت أو بعدد أو بصفة أو بجنس، هذا فضلاً عن اختراع أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. بل منهم من يزعم أن أوراده المخترعة خير من الأذكار التي جاء بها رسول الله، كما جاء في كتاب الفتح الرباني ما يسمى بصلاة الفاتح، قال وقد أعطيت أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، قال وقد سألته عن فضلها يقظة لا مناما، فقال إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6 مرات. قال ثم أخبرني في المرة الثانية أنها تعدل من القرآن 6000 مرة، وكل تسبيح وقع في الكون. والذكر ده ناس كتار بيتقربوا به لله، ده غير الأذكار الثانية. هذه الأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك هذه تضل أصحابها وتكبهم في نار جهنم كبا. ده ذكر يعدل القرآن 6000 مرة. وكذلك تقسيم الأذكار، يقول لك ذكر العامة أن يقول لا إله إلا الله، وذكر الخاصة أن يقول الله الله، وذكر خاصة الخاصة بالضمير المفرد أن تقول هو هو هو. ده ذكر شنو ده؟ أين جاء هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل هذا من البدع ومن المحدثات التي تضاهي أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مردودة على صاحبها غير مقبولة، وهي وبال عليه. ولذلك عباد الله، على المسلم أن يتحرى في عبادته أن يخلص لله، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصد على السنة، وأن يعتصم بالكتاب وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وقلب مسرور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ولحينا ولميتنا ولشاهدنا ولغائبنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والسداد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.